السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الوقفة السريعة التي نتمنى أن تكون مفيدة للجميع، سيكون لنا لقاء مع الأخ المهندس عبد الله الحسن، وهو مهندس مصانع. راح نتكلم فيه عن نقطة مهمة تتعلق بإيصالات التي تطلع أو تخرج من أجهزة الصراف الإلكترونية الموجودة في البنوك. راح أوجه الكاميرا إليه وراح نرحب فيه إن شاء الله. الأخ عبد الله، صبحك الله بالخير. صباح الله بالنور. شلونك؟ طيب إن شاء الله. الحمد لله بخير. تتكلم لنا عن أهمية الإيصالات وخطورة تركها أو رميها، تفضل. الإيصالات هذه مهمة جدا، وغالبا البنوك يأكد على الحفاظ عليها وحمايتها، وبالأخص لما تذهب إلى الصرافة وتاخذ الفلوس اللي تحتاجها أنت يظهر الإيصال. من الغلط الكبير أخذ الإيصال ورميه في القمامة وأنت بكرامة. الأفضل إن أخذه الاحتفاظ به، أو إذا ما كنت بحاجة تركه، لأن عندك الخيار بإنك تترك الإيصال. وش خطورة رميه؟ خطورة رميه إنه يوجد في الإيصال نفسه 16 رقم اللي موجود على بطاقتك، سواء كانت أهلي أو الراجحي أو الرياض أو وإلى آخره. هذا 16 رقم، يوجد 6 الأرقام الأولية تكون واضحة، 6 الثانية تكون مشفرة، 6 الأربع الأرقام الأخيرة تكون أيضا واضحة. لو طاحت بيد الهاكر راح يقدر يطلع 6 الأرقام المشفرة، وبعدين يخش على حسابك وياخذ أموال. فأرجو الحفاظ على هذا الإيصال، وشكرا. شكرا لك أبو مهدي، شكرا للأستاذ عبد الله على